السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامجكم مسار مولوع. إخواني، أولا أعتذر عن هذا الغياب بسبب الظروف الخاصة، ثم أعتذر كذلك للمولوع ديالنا اللي غنتعرفوا عليه في هذه الحلقة، لأنني عطلت عليه هذه الحلقة ديالو لأن سجلتها قبل رمضان أو بعد رمضان يعني بقليل، ولكن وقع لي عطب في لاكارت ميموار اللي استطعت الحمد لله باش نصلحها ونريكوبيري هاد لا فيديو هادي. اذا للاخوان، هاد الحلقه هادي غنتعرفوا على واحد المولوع اللي انا شخصيا مسميه شاهد على التاريخ. علاش؟ لانه من الناس من الموالي اللي كيحب، اولا كيعشق الطيور وكيحب هاد الهوايه، ويعمل كل الجهد ديالو باش ينضم هاد الولاعة هادي وباش يعطيها واحد او يديها في واحد القانون، واحد اطار قانوني باش كل مولوع يستمتع بالولاعة ديالو يعني بسلام. اذا هاد المولوع هذا يعني كيسهر على كل ما هو تنظيمي وكل ما هو قانوني، ومن الاوائل اللي كان كيجري يعني او باقي كيجري حتى باش يصدر لنا واحد القانون اللي كيسمح لنا اننا نتولعوا بسلام. اذا هاد المولوع هذا محبوب على جميع الموالي، وهو من مدينة قصر كبير. إذا نتابعوا الحلقة ديالو باش تعرفوا عليه جميعا، وتفضلوا معايا وشكرا لكم وفرجة ممتعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. محمد عزيز خويا، كي داير لاباس؟ بخير، لاباس عليك. مرحبا بك على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة اللي غادي اليوم غادي نقولوا لمحمد عزي. حنا كنعرفوك شكون هو محمد الزعزي على الساحه الولايه، ولكن ما كنعرفوش عليه كيف كما كنقولوا حنا بالدارجه تبلى محمد عزي بهاد الهوايه الطيور. اولا مرحبا بسي علي، ومرحبا بالقناه ديال المسار الموضوع، وكنشكروا على المجهودات اللي كيديرها للتعريف بالموالي عبر ربوع المملكه. وطبعا بحال هذه القناه كنعتبروها على قناه تواصليه. علاش؟ لان من خلالها بزاف ديال الموالي اللي كنا كنعرفوا واحد الشق من الحياه ديالهم، ولكن مسار مولوع انها دخلت حتى للمنازل ديالهم، عطات لنا الوجه الاخر ديالهم. ونتمنى انا من خلال الحوار اللي غادي نديرو مع السي علي اليوم ولا مع القناه ديال المسار انني نكون خفيف على القلوب ديالكم. لا بالعكس، ديما شوف ديما تخفيف عندنا، ديما تخفيف عندنا محمد عزي في المجال ديال تربيه الطيور. اذا محمد عزي خويا، نعم، علاقتك بهاد الطيور كيفاش؟ وكما نقولوا البليه بداتنا من حنا باقيين صغار. ايه العلاقه ديالي الطيور بدات وانا طفل، طفل ديال 10 سنوات هكا. كنتذكر بان تقريبا 10 سنوات وانا كنربي الطيور. نعم. وبطبيعه الحال هاد البليه ديال الطيور جات لان اولا التواجد ديالي في واحد الحي، لان انا من المواليد ديال مدينه وجده. وحي شعبي، نعم، المواليد ديال مدينه وجده في حي شعبي اللي هو حي الطوبه الخارجي. وكنقولوا حي الطوبه الخارجي، الناس اللي كيعرفوا وجده هو قريبها حي الطوبه الخارجي، الواد ها المجال الطبيعي يعني والطبيعه والغابه، بمعنى ان ماشي ان الطيور كانوا قراب لينا، قراب لينا. فبالتالي ان هذيك البنيه ديال ان الناس الدراري ديال الحومه كاملين كل واحد جبر عنده طويه مربيين تما وكيخرجوا يصيدوا وكل شيء. فبالتالي كنت انا بحالي بحال دوك الدراري ديال الحومه ديالنا، انا كانت عندي ديك البنيه ديال انني نربي الطيور. وبطبيعه الحال كنت نربي المقنين، نربي الفيردون اللي هو الاصفر ولا الخضري ولا الكاماتشو، لان هذيك هي الطيور البريه واللي كانت في المتناول ديالنا. العشق ديالي للكنار فوقاش غايب، لان انا عاشق للكنار. اذا انت عاشق للكنار بطبيعه الحال، كان عاشق له هذوك الطيور البريه. حسوا الطيور البريه انت خصك تصيدها بطبيعه الحال. انا قلت لك ان تما بحكم ديال التواجد ديالي في ذاك الحي، اننا كنا كاع الدراري ديال هذيك هي الهوايه اللي كانت عندي. نعم، حكم ان في حي شعبي فقير. واش كنتوا كتصيدوها للتغريد ولا للاكل ولا؟ لا، حنا كنا العشق ديال الطائر، ان كيبغي بحال اللي كنقولوا بحال دابا التفسير ديالي علاش كنبغي الطيور، بحال اللي كتبغي جزء من الطبيعه قريب منك. نعم، هذا هو السر ديالي. انا مثلا دابا ملي كنسمع التغاريد ديال الطيور بحال اللي كتسمع هذا، كانني جلبت واحد الجزء من الطبيعه ودرته قدامي انا بالضبط. وعلاش الاتجاه ديالك من الطيور الطبيعيه اللي انت كبرتي معاها اتجهتي لواحد الطائر اللي ما عندناش في البلاد وما عندكش عليه ثقافته؟ هذيك جات كذلك صدفه،
وهذه الصدفه ديال اننا حنا مولفنا مع الطيور الطبيعيه. استهواني الكناري من خلال واحد السيد جا للحومه ديالنا وكان خياط. نعم السي عبد المؤمن، وانا كنوجه له التحيه، راه راجل كبير دابا واقف وجده وباقي فيه البنيه ديال الطيور. نعم. والممالئ ديالو جارهم كيعرفوه. نعم. مؤمن الخياط. نعم. هذاك كرا واحد الحانوت في الحومه ديالنا ودار خياط. نعم. كيخيط الكسوه ديال الرجال، وكان عنده لي كناري وكان يعلقهم في الباب ديال الحانوت. عزيز. نعم. صغيور عنده ديك 12 عام. نعم. 13 عام. شحال سنين هذه؟ الثمانينات السبعينات؟ هذه نقول لك في 75. نعم. 76. كان جالس في ذاك التروطوار. وكتبقى مقابل معاه وكنبقاو نشوفوا فيه. اذا تما بان لك الفرق بين هذيك الطيور اللي كانت كيفاش كتغرد، وهذا الطير اللي هذا الطائر اللي كيسترسل في الغناء كيسترسل. ثم الالوان والقوام ديالو. آه. والقفص، حنا القفص اللي كنت نربي فيه باقي نعقل نصور غير بداك السلك ديال. آه. ديال البنين وداك الشيء قداوي على قد الحال وكل شيء، ولكن هذاك بحال اللي استهواني هذاك المنظر. فبالتالي كانت الامنيه ديالي هو متى احصل على طائر بحال هذاك الشكل اللي كان معلقو مؤمن في الحانوت ديالي. هو خاص سي محمد. وبطبيعه الحال دابا لحد الان. آه. باقي عندي العلاقه. كنسمعوا معاك. لا عندي. آه. العلاقه مع السي مؤمن، كل ما نمشي لمدينه وجده كتمشي تزور دوز عنده، باقي في نفس الحانوت باقي نمشي عنده، كان وقف عنده في السياره ديالي وكنمشي نسلم عليه وكنذكرو نذكرو في الحاجات. واحد الوالدين ديالك خلاوك تربي الطيور؟ بعدا انا اولا كبرت يتيم الاب. الله يحفظك. نعم. وكنت وحيد امي. وبطبيعه الحال هاد كوني ان الوحيد ديال الام ديالي. انا كنت ولد فشوش. لا ماشي فشوش، وانما ان الوالدين ديالي كانت حريصه على تلبيتي كل الرغبات ديالي. اي حاجه بغيتيها كاينه. لا خاصه انني كنت كنقرا. فبالتالي كان هذا هو الحافز. هذا هو هذه الحاجه الوحيده اللي الوالده ديالي الله يرحمها تقول لي اقرا واللي بغيتو نديرو. فبالتالي ان كانت الرغبه ديالي في الكاميرا، قالت لي شري كاميرا. كان غالي ذاك الوقت بطبيعه الحال. باقي نعقل انا الاول وقيله شريته بشي 80 درهم. 80 درهم ديال ذاك الوقت. ديك الوقت. آه. باقي نعقل. وشكون اللي وصلني لشراء الكناري كلشي؟ هو السي عبد الكريم خلدون. هو راه عضو بارز في الجمعيه الوجديه لاصدقاء الطيور، هو من. آه. من ابرز الهواة ديال تربيه الكناري المالينوا مدينه وجده. آه. وكيشارك في مسابقات وكلشي. اذا هو كان اكبر مني سنا وكان سبقني في الولاعه، فبالتالي هو اللي شرى لي هذوك الكناريات الولاد. ولكن سي عزيز، بالنسبه للبيريود ديال الصيده. نعم. كنتي كتصيد. نعم. يعني كنت كتصيد المقنين كما قلتي، قماتشو وكاع داك الشيء كيعجبك تصيد. كنا كنخرجوا. كنت كتصيد بالشبكه؟ لا لا ما كانش عندنا الشبكه حنا، لا كنا كنخرجوا كنصيدوا بالحلفه. الحلفه. الحلفه هي بحال اللي كنقولوا واحد العواد، واحد العواد ولكن هي عواد طبيعيه. ديك الساعه غادي نوريكم، لان احتفظ بواحد العينه ديال الحلفه. الحلفه هي نبات طبيعي ينمو في المناطق الجافه ديال المغرب الشرقي. اذا ماشي الحلفه ديالنا حنا. لا 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 لا، هذيك واحد الحلفه، واحد العود. واحد النبات طبيعي اللي هو طويل، وكنا تنشدو كنحرقوا له الفوقي ديالو باش يولي واحد التقاده معينه، وكنديروا له نديروا له الساق. ساق باب. عندك هذه الحلفه؟ العلكه اللي كيسميوها هنا العلكه. العلكه. عندك هاد الحلفه؟ عندي الحلفه. تقدر توريها لينا؟ بطبيعه الحال. واخا. خليت نكملوا التصوير. واخا ما كاين حتى مشكل. ولكن هذيك الحلفه انا احتفظها ماشي ديال التصوير، ديك الساعه قلت لكم هاد الشيء. واخا. اذا نكملوا. قلت بان تما بدا العشق ديالي للكنار، وانني كنربي الكناري عندي في الدار ديالي وانا باقي شاب، وغتستمر هذيك البنيه ديالي بقات غاديه مع الدراسات. مع الدراسه بطبيعه الحال. حتى الباك ديالك. حتى ديت البكالوريا ديالي. دخلت المركز ديال تكوين الاساتذه. جات 1984. 1984 بمعنى جاني تعليم. جاك تعليم. غادر مدينه وجده ومشيت الى مدينه القصر الكبير اللي هي المدينه التي اعتز بها. لان الاغلبيه يحسبون هنا من مدينه القصر الكبير، وهي بالفعل انا العمر ديالي اللي واعي به دوزته في مدينه القصر الكبير. دوزتي في الشبه ديال القصر الكبير. انا هذه السنه راه عندي تقريبا 39 سنه في مدينه القصر الكبير. اذا انقطعت. 84. اذا تحولت يعني الانتقال ديالك انقطعت الاولى على السي عزي. بالعكس انا كنعتبر سنه 1984. لان خليتي الاصدقاء وخليتي. غادي يتحول المسار ديال الاولى ديالي، غتبدل. بمعنى يعني كنت كنربي الكناري وكل شيء فقط من اجل الكناري وكل شيء، ولكن في 84 كان عندي الاختيار، يعني واش غادي نخلي الاولى ولا غادي نمشي استاذ غادي نولي نقري. قلت انا علاش ما نديش معايا الطيور ديالي؟ بطبيعه الحال انا في الكاميون اللي جبتها الرحيل انا واحد الصديق ديالي لا علاقه له بالطيور. أه. سعد الحق.
جيت انا وياه جبنا معنا الباجاج ديالنا البيرو والناموسيه والقشوع وكل شيء. وجبتي الطيور؟ جابت معايا تقريبا شي 8 ديال القفوزه جايبين ديال الكناري. ديال الكناري والقفوزه ديالو. يعني كنت كدير لي الفاج وكل شيء؟ لا كنت كندير لي الفاج. لي الفاج ولكن على قد بسيط. على يعني هوايه يعني حبا في الطيور. حبا في الطيور. جيت لمدينه القصر كامل ما كيزوفري ما مزوج ما والو. كنا في واحد الدار ودرت ديك الطويرات ديالي تما. واستمرت الاولى ديالي يعني رغم انني المسار المهني هو غادي قبل المسار الدراسي وفقته مع تربيه الطيور جا المسار المهني كذلك وفقته مع تربيه الطيور. واخا سي عزيز ملي دخلتي لمدينه القصر الكبير سي نورمال المهنه ومدينه جديده ما كتعرفش المواليع ما كعندكش اصدقاء الاولى ديالك غادي تكون شويه غتكون تاثرات شويه بمنين خص الجماعه كما كيقول لنا الهوايه الطيور هوايه جماعيه كيفاش سعزي تأدبت مع الجو الجديد وكيفاش لقى اصدقاء جداد اللي يبارطاجي معاهم الهوايه ديالو. نعم جيت القصر الكبير انا من جيت القصر الكبير السمعه ديالها سابقاها انها مدينه كيفاش فيها المواليع ديال الطيور فيها المواليع ديال القصر الكبير السمعه ديالها سابقاها. نعم المهم مشيتي في المغرب كاع القصر الكبير او قصر او انهم مواليع ديال الطيور. الولعه بمعنى العشق ديال الطيور خاصة طائر الحسون. إذا هنا شنو أنا كنت كنربي الكناري كاين دراري بزاف اللي كان عندهم اللي كان عندهم كيربيو طائر الحسون وكل شيء. إذا أنا هذيك الولعه ديال الكناري بارطاجيتها مع مجموعة ديال الأصدقاء وخاصة في وسط ديال الأساتذة اللي كنا قراب بحكم أنني كنت شاب وجيت وكنا متعارفين مع 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 الأساتذة وكل شيء اللي كانوا معنا كاين فيهم اللي كانوا مليين بالطيور وبارطاجينا هذيك الهوايه مع بعضياتنا كنجيو كنجلسو كنديرو الطويرات كنشوفوهم بعادين على لي كونكور بعد يعني غير العشق ديال الطير كتسمعوه هكا يغرد ولكن ما كتعرفش لا قواعد ديالو ولا حتى شي حاجه شي حاجه. ولكن انت اكتشفت بان كاين في القصر كاين واحد الاهتمام بالنوع الاخر اللي هو مقنين مزيان يعني هنا كاين فرق كاين فرق بطبيعه الحال. شنو هي النقطه اللي اثرتك؟ هنا بالنسبه لنا في مدينه القصر الكبير قلت لك ان العشق ديال طائر الحسون غالبا هو في سنه 1999 فكرت انا وبعض الاصدقاء اللي كانوا معايا اللي كيبارطاجيو معايا الهوايه ديال تربيه الكناري قلنا لنا لماذا ننظم هذه الهوايه ديالنا ونديروا جمعيه 99 افريل. ولكن قبل الجمعيه واش انت لاحظت بان هاد الناس ديال القصر عندهم اهتمام اخر انها تغريد مقنين كيديروا لك تغريد كيتصنتوا له كتغريد ولا غير تاو عشوائي؟ لا شوف القصر كبير ثقافه انا ما يمكنش تمشي عند شي حريفي وما تجبرش عندهم فين في الدروبه الدور كتسمع المقنين كيزقزق اما في البالكون ولا في السرجم ولا في حانوت ولا كانوا كيتجمعوا بطبيعه الحال كانوا خاصه الرجال الكبار رجال شيوخ ديال عقل على شي اسماء ما كنعرفهمش ما كنتش كنعرفهم ديك الفتره مش كنعرفهم ديك الفتره ولكن كانوا موجودين. نعم كانوا موجودين المعرفه ديالهم غادي تجي بعد ما درنا الجمعيه. هاد الكتله هاد الكتله ولا هاد التجمعات هي اللي خلات عزيز يفكر في تنظيم هاد الجمعيه. هاد الجمعيه قلنا علاش لماذا علاش لانني انا كشخص محمد عزيز اولا كان انسان جمعاوي. نعم انا اؤمن بان العمل الجماعي خصو يكون مؤطر. يعني انت عندك ديجا الفكره قبل بطبيعه الحال عندي الفكره ولكن ماشي ديال الطيور. الطيور انت كعمل جماعي ملي جيت القصر الكبير في 98 درنا واحد الجمعيه سميناها جمعيه الانبعاث سميتو عمل جماعي التربيه والثقافه كنا ننشطوا الاطفال وكل شيء. اذا هذاك الفكر ديال اننا عندنا واحد الاطار اللي نقدروا ننشطوا فيه قلت علاش ما نديروش حتى في المجال ديال الطيور ففكرت وجمعت مجموعه ديال الاصدقاء ديالي ودرنا جمعيه وسميناها جمعيه اصدقاء الطيور اللي هي متواجده لحد الان. انت هو البرومي فونداتو ديال الجمعيه في القصر بطبيعه الحال انا والسي الكلوطي مصطفى الكلوطي السي حسن البراق وواحد المجموعه ديال الاسماء الاخرى اسسنا جمعيه اصدقاء الطيور فبالتالي بدات الولاعه المؤطره. نعم الولاعه المؤطره. اذا شنو كنا كنديروا حنا في هذا يعني هذيك الفكره ديال ان غيكون عندنا كونكور ما كانش غيكون عندنا كونكور ما عندناش كونكور ما كناش كنديروا كونكورات حنا كنا كنديروا معارض
التربوية لأن هذيك جمعية أصدقاء الطيور في البداية ديالها خدات الشق التربوي، يعني الولاعة ديال الطيور وكنعرفوها للدراري صغار، وبالتالي كنا كنديروا واحد المجموعة ديال المعارض، وكنا كنجيبوا حنا غير دوك الموالاة، كنجيبوا وليداتنا ونجيبوا العيالات ديالنا وكنديروا دوك الطيور، وكنعرفوا الناس على الطيور، الأنواع ديالها وكيفاش كتاكل والتغذية ديالها، فبالتالي خدات داك الطابع التربوي ديالها. هنا الاهتمام ديال الناس ديال الحسون كان اهتمام آخر، علاش؟ لأن هذه الفكرة ديال الناس كيربيو غير الكنار وهذوك كيربيو غير الحسون كانت واحد هل كان تنافر ومن بعد الحمد لله حيد استطعنا ان نحيدوا هذه الفكره، لان تربيه الحسون او العشق ديال الحسون والعشق ديال الكناري راه ماشي كامل كيستضاد، راه شي كيكمل شي، لان حاليا راه كلشي الموالع واقفين عليها، لان الا انت كدير الحسون وكتبغي دير الهجين يديرها خاصك تحتاج الكناري، دونك خاصك تكون عندك ثقافه الكناري والثقافه ديال الحسون باش تكون عندك الثقافه ديال الهجين مزيان، يعني تاخذ من هنا وتاخذ من هنا. جمعيه اصدقاء الطيور في سنه 2006 غادي تعرف واحد الاندماج ديال الناس ديال الحسون، غادي يجيو وغيدخلوا وغادي ندير واحد الجمعه وغادي نضخوا الدماء ديال الموالاه ديال الحسون مع الموالاه ديال الكنب في اطار جمعيه اصدقاء الطيور. وهاد الناس ديال الحسون نعم بالنسبه لي وطبيعه الحسون علاش كانوا كيربيوها؟ بالنسبه لك انت شنو هو كان الفرق بينك وبينهم؟ واش غير كيربيو على شكل اللون وكطائر ولا كان هناك تغريد؟ لا هما عندهم التغريد ديال الحسون الاصلي ولا كوبيا؟ التغريد ديالهم هما التغريد ديال كوبيا كوبيا، ولكن اللي كانوا جايبينها على الاسبان. نعم. لان الثقافه ديال كوبيا دخلت الاسبان. وانت اول خطا كتكون كتكتشف هذا الميدان ديال التغريد بطبيعه الحال غادي نكتشفوا مع الاخوان اللي اندمجوا معنا في اطار جمعيه اصدقاء الطيور. وبدينا نفكروا في كيفيه تنظيم هذا الكونكور. وفي ذاك السنه قبل يعني قبل 2006 كانت 2005 دارت الجامعه المغربيه لعلم الطيور. نعم. اذا بدينا كنفكروا فدرنا اول لقاء تأطيري للاعضاء المنخرطين لجمعيه اصدقاء الطيور، واستدعينا الناس اللي كانوا بارزين في الساحه المغربيه في الكوبيا اللي هو سي مراد. مراد المعارف. مراد المعارف اللي كنوجه له واحد التحيه كبيره. وجابنا معاه سي انطوان. انطوان. وجابنا معاه سي سميتو بعدا يا ربي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم موكي. سي عبد الرحيم موكي. هاد الثلاثي جاو عندنا واثروا لنا اول لقاء حول الكوبيا، جمعنا تغريب ثم وزعنا لافيش ديال النوتاسيون وتعرفوا الاخوان على كيفاش تدار المباريات ديال الحسون. ورغم ان القصر كانت عندهم علاقه مع الصبليون وكانت عندهم علاقه، ولكن ربما ان الطيور مثلا تجي جاهزه وكل شيء، ولكن كثقافه اننا نزلناها الارض الواقع لاننا غادي نوليو نمارسوها كما يمارسوها الاسبان. الناس ديال الدار البيضاء كانوا سابقيننا فيها، ولكن حنا ولينا من درنا الجمعيه ديالنا ولينا حنا. والسي عزي فين هي بلاصتو في الكوبيه ذاك الوقت؟ في الكوبيه انا كنت دائما انا اعشق الكناء، ولكن هذا لم يمنعني بانني احب الحسون، والدار ديالي عمرو ما خوات من الحسون لحد الان، رغم انني من المدافعين على ان الحسون خصو يكون في المجال الطبيعي وكلشي، ولكن ما يمكنش ما يكونش عندي شي حسون. ونهار اللي داروا النهار اللي طلبت منا المياه والغابات باش اننا نطلبوا الرخص ديال حيازات الحسون، انا كانوا عندي جوج طويرات انا طلبت، انا درت الرخصه ودفعتها باش يكون عندي في الدار ديالي لانني اعشق الحسون. وملي ولا ذاك التعطيه ديال الاخ مراد وموكيل وانطوان هناك، يعني عاود درتو مناظرات اخرين بطبيعه الحال. هنا غادي تجي ان في 2007 فكرنا اننا نوسعوا الاطار ديال الجمعيه ديالنا، علاش؟ لان ما يمكنش الجمعيه ولا الموالي ديال القصر الكبير غيوليو معزولين على المغرب. دارت واحد الجامعه المقر ديالها في الدار البيضاء، وكانت جمعيات محدوده في في في, في المغرب. اذا فبالتالي حنا فكرنا، جاتني الفكره ديال انني اسس اول عصبه ديال الشيء اللي سميناها عصبه الشمال. المبادره جات من مدينه القصر الكبير، اتصلت بالاخ سيد موسى الله يذكره بخير، وكان جاره سي عبد الحامد تحياتي، اللي كان عنده واحد الدور كبير كذلك في التاطير ديال الموالع ديال مدينه القصر الكبير وديال الموالع ديال الشمال. علاش؟ لان
حنا ما نكروش الخير ديال مراد وانطوان وموكيل جاو، ولكن اللقاء ديالهم كان محدود، كان نهار واحد، نهار واحد رغم المجهودات اللي داروها. ولكن بالنسبه للسي بن موسى انه متداول دار قافله، حنا سميتها القافله ديال نشر الكوفيه، انه اعطانا من وقته واعطى المواليع من وقته. تقريبا كنا كل اسبوع كنمشي لواحد المدينه وكنديروا الدروس ديال الكوفيه. النظري والتطبيقي. وبالنسبه ليك انت هضرتي لي على العصبه، ما هو هدف العصبه؟ العصبه حيت كاين الجامعه لا العصبه، لان النهار الاول راه تطرح هكا كاين يقول لك. انا جبرت ملي قلت لهم انا غادي نديروا الموالع ديالنا اللي كانوا معايا في اطار جمعيه ديال الاصدقاء الطلول، وقال لك واه بلاش، وغادي عاد نمشيو التطوانيين والطنجاويين وغادي نجبروا ماشي. قلت لهم لا، لاننا حنا كانت عندنا واحد الرؤيه، انا كانت عندي بعدا رؤيه، انا باعتبار انا انسان جمعوي كانت عندي رؤيه، قلت بان ما يمكنش هذول عارها زايده وتكبر في المغرب وندار جامعه بطبيعه الحال، لان هذا في التنظيم، يعني الحاجه كي كتكبر بزاف خصها تنظيم. بمعنى انت درنا جامعه وقلنا هذه الجامعه غادي تشمل جمعيات كبيره، في جمعيات كثيره في المغرب، دونك خاصها تنظيم. كيفاش تنظيم؟ دونك غادي نتبعوا الجهويه. اذا الجهويه حنا فكرنا درنا العصبه ديال الجهات طنجه تطوان اللي سموها عصبه الشمال، اللي كانت فيها جمعيه اصدقاء الطيور، الجمعيه ديال كيتان، جمعيه الاتحاد. درنا ثلاثه ديال اللقاءات، اللقاء الاول كان في مدينه القصر الكبير، اللقاء الاول باش ندير القانون الاساسي والتصور كيفاش خاصها تكون العصبه، اللقاء الثاني درناه في طنجه اللي درنا فيه الفينيسيون، اللقاء الثالث جا حضر معنا الرئيس ديال الجامعه اللي هو السي عبد الحق، وحضرنا اللقاء ديال الاعلان عن تاسيس اول عصبه في المغرب اللي هي كانت مدينه طنجه، ونصبوني انا رئيس ديال هذيك ديك العصبه في ديك الفتره. كنت انا رئيس ديال العصبه. اذا هذا الشيء كامل من اجل تنظيم، نعم مساله تنظيميه فقط، مساله التنظيم ديال الولاعه اصلا، نعم، وتوحيد الرؤيه ديال الجمعيات اللي كاينين في واحد الجهه معينه. اذا في نظرك تم التنظيم مزيان؟ بطبيعه الحال. احنا بالنسبه احنا كنهضر على الجهه ديالنا، الجهه ديال طنجه تطوان، ان خذت واحد المسار اللي كان مسار زوين. علاش؟ لان في البدايه ديالنا، لان الصراعات اللي كتوقع داخل العصاب شنو كتكون على المناصب. حنا اول فكره درناه هو حيدنا هذيك ديال الحب ديال المناصب، باقي نعقل انه السيد موسى، درنا واحد السيد موسى والسيد القرلوطي والاخوان اللي كانوا حاضرين، السي جعفر الله يرحمه كذلك، جعفر البقالي الله يرحمه مسكين ونعم عليه في هذا النهار، درنا ان الرئاسه ديال العصبه تكون بالتناوب، ما كاينش شي واحد يبقى فيها، يعني ان مره كتكون الرئاسه عند طنجه، مره عند تطوان، مره عند الكتابه العامه، من كتكون عند تنتقل من القصر الكبير تمشي لطنجه وتمشي الامانه العامه تنتقل. درنا هكا بواحد السيركوي اللي درناه كان تور دو رول، واللي وجد الرضا عند جميع الجمعيات، فبالتالي ما كانتش عندنا المشاكل، واستطعنا اننا ناسسوا ذاك الكيان ديالنا، وبدات الانشطه كتبان. درنا مجموعه ديال الانشطه اللي كانت انشطه فيها الاشعاع، اشعاع اللي كانت أنشطة تربوية، وأنشطة ديال الولاعة، أنشطة ديال التكوين، كلشي كان منوع. واخا سي عزي، هذا السؤال كان خصو يكون قبل ولكن ماشي مشكل، كنسمع الكاميرا ديالك، كنخبط كلشي هنا، كيدير صداع، أنت عندك كلشي هنا، كلشي موجود. أنت قلت لي كنتي مع أول جمعية اللي تأسست هنايا، وواحد الوقت كنتي مع الجمعية الثانية اللي تأسست مرة ثانية اللي هي وقيلا جمعية لوكوس. ياك والان كتولي رجعتي مع الجمعيه الاولى ديالك؟ لا، هذيك الجمعيه ديال الجمعيه الثانيه مشات في القصر الكبير. اييه كان وقع واحد الخلافات، وبطبيعه الحال اختلاف رحمه، وقع واحد الخلافات. نعم. الموالع اللي كانوا في جمعيه اصدقاء الطيور، وقع واحد الانشقاق، اختلافات اداريه، اختلافات ولائيه، كانت بصراحه كانت واحد الاختلافات حول الرؤيه. حنا كنا مثلا في واحد المجموعه ديال اللي كانوا في جمعيه اصدقاء الطيور، عندنا واحد الرؤيه جمعويه خاصه ما يتعلق بالمجال التنموي. كنا الجمعيه كانت دخلت في المجال ديال التنميه البشريه، وبعض الاخوان ما عجبهمش ذاك التوجه ديالها، فبالتالي وقع الانشقاق. وقع الانشقاق، وطبعاً الحال هنا هذه الديمقراطيه، بمعنى ملي كتنوض واحد الاغلبيه وما كيعجبهاش واحد الحاجه كتمشي دارت واحد الاطار ديالو، اللي ماشي مزيان هو ان توقع الخلافات، توقع الخلافات. اما اختلاف في الاراء ماشي مشكل. انا كنعرف بان باقي انت عندك علاقه معه بطبيعه الحال، ما كاينش مشكل، موالع ديال القصر الكبير، الاصدقاء ديالنا وخوتنا، والحمد لله كنشوف الجمعيات ديال القصر واصلين دابا في الولاعه الحمد لله، لا من ناحيه العوث
ديال يعني العاف يعني المعرفه ديالهم من ناحيه لاكوبيا، لا من ناحيه انهم كيفوزوا بطبيعه الحال. بطبيعه الحال وهذا نتيجه الخدمه، الخدمه الدراري كيخدموا، اذا كيخدموا والمجهودات ما نساوهاش. انا قلت لك ديال المؤطرين، المؤطرين ديالنا سواء اللي كانوا كيجيونا من الدار البيضاء او لا الدراري ديال هنا ديال الشمال، والاجتهادات الشخصيه ديال الافراد. وباقي التأطير ديال، شوف التأطير بالنسبه لي دائما خصو يكون، دائما خصها تكون لا ميزاجور. لا ميزاجور دائما، لان كاين المستجدات. وباقى العلاقه ديالك معاهم كل شيء بطبيعه الحال. بطبيعه الحال كلهم اخوان ديالي وما عندي مشكل حتى مع شي واحد. بالنسبه لواحد سي عزي، واحد القضيه اللي شتها ما بقاتش. شنو هي؟ قلتي ان من طبيعه الحال ملي كتكبر، ملي كتكون الجامعه وكيكبروا وكتكبر الجامعه كيولي فيها الجمعيه، بزاف خصو واحد التنظيم. بطبيعه تنظيم مباريات. انا باقي نعقل على واحد الكتيب كان داو كتبوا جواحي عديله اللي كان رئيس العصبه كنظن، ديال تنظيم مباريات. لا ما كتبوش شي باش ما نديروش الخطا، ما كتبوش شي الجواحي. هذا كان هذاك صدرته الجامعه. لا هذاك صدرته الجامعه ديال قانون المباريات. قانون المباريات، وتكلف سي سعد الاله كنحييه بعدا من هذا المنبر صديق ديالنا. هما كان واحد المجموعات اللي خموا في هذوك. كانت لجنه ديال الحسون. لجنه الحسون اللي خموا في هذاك. لا لجنه ديال الحسون، انا كنت معاهم. انا كنت باعتباري انا كنت رئيس لجنه الاعلام والتواصل، وكنت مكلف باللجنه، كنت مكلف بالملف ديال الحسون، كنت دائما قريب منهم. انا في الصياغه ديال القوانين وكل شيء كنت دائما مع الجامعه، سواء في العهده ديال السي عبد الحق الزهويلي اللي كنحييه كذلك، العهده الاولى ديالو والعهده الثانيه، خدمت معاه انكور، كذلك السي زين الدين الرئيس الثاني العهده الاولى والعهده الثانيه، وكذلك السي رضوان الوافي كذلك، كنخدم معاهم انكور. ولا هذا القانون هذا شتو وقف؟ لا ما وقفش، علاش وقف؟ باقي كيتعاملوا به؟ لا باقي كيتعاملوا به، ربما ان من جات كوفيد، من جات كوفيد هذيك السنتين بحال حبست، دارت لنا واحد حبست واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي هي منصوص عليها في القانون ديال المباريات، ما بقاتش بحال مثلا الاقصائيات ديال العصاب. حاليا انا كنتقد الجامعه على هذه المساله، ان ما كانش اقصائيات ديال العصاب. لان ملي كنديروا حنا مثلا، جيتي ربما ما حضرتيش التظاهره اللي كانت في القصر الكبير، المباراه اللي كانت قبل رمضان في القصر الكبير، جاو الممالئ من كل مناطق المغرب حضروا لها مزيان، لان هذوك خوتنا. ولكن فين هو القانون؟ لان هذيك بحال اللي كنعتبروا حنا مباراه وطنيه، وهي القانون كيقول بان كل عصبه دير الاقصائيات ديال، بمعنى عصبه جهه طنجه تطوان الا كانوا فيها سبعه ديال الجمعيات، بمعنى سبعه ديال الكونكور غادي يدوزوا تما ويختموا واحد النهايه ديال العصبه، ويعزلوا الطيور ديالهم المؤهله على حسب الكوطه اللي كيقولها القانون. مثلا اذا كانت العصبه مثلا فيها واحد العدد كبير ديال الطيور، العدد كبير ديال الجمعيات، كتعطى لها واحد الكوطه. مثلا في الفينال ديالها كيعطوها مثلا 10 ديال الطيور. هادشي اللي هضرتو في الكتيب. بطبيعه الحال، وكيكلاسيهم حسب النقط ديالهم. العصبه ديال الدار البيضاء كيعطيها الكوطه ديالها، العصبه ديال الشرق كيعطيها الكوطه، ويتلاقاو هذوك الطيور اللي مكلاسيين. هو اللي هضرتي عليه. فوالا هذه اللي دابا ما كاينش. مين جات كوفيد درنا استثناء، لان اون فوا طلقت التظاهرات اللي كان الاخوان عندهم التعطش ديال اللقاء مع بعضياتهم، وحنا كنتفاهموا هذا الشيء. لذلك بطبيعه الحال، لان بعض الاحيان القانون خصها تكون فيه المرونه امام الشغف ديال الاخوان، لان ما يمكنش. انا بعدا كنشوفها كدليل. خصو يرجع الكتاب ولا ما يرجعش؟ لا، هي القانون خصو يكون. علاش؟ باش تغلب على العشوائيه. خصو تغلب على العشوائيه، خصو القانون. علاش؟ لان القانون كيكون هو المرجع، بمعنى ما كيخليكش دير شي حاجه غير هكاك، كيكون عندك المرجع، بمعنى عندما نختلف اختلف ثانويا، لا عندك الحق لا ما عندكش الحق، كنقولوا عندنا المرجع. شنو هو المرجع؟ هو قانون المباريات اللي مصادقين عليه، مصادقه عليه الجمعيات، مصادقين عليه الجمعيات، وابروفي بار لا فيدراسيون. وكان يعني عمل بطبيعه الحال، كان عمل كبير. شوف انا كنت حضرت الجميع، سواء القانون التنظيمي ديال النظام الداخلي ديال الجمعيه ديال الجامعه، راه الا قلت لك شحال بقينا فيه ديال الوقت راه ما تصورش. راه واحد المجهود كبير، لان بعض الاخوان كيستاهلوا، كيشوف القانون كيحسبوا هذاك القانون جاي غير هكاك او لا عشوائي، وانما راه واحد المجهود كبير. غير شنو هي؟ خاص التطبيق. التطبيق هو اللي فيه الصعوبه. واخا سي عزي، انا غندوزو للجزء الثاني ان شاء الله. ان شاء الله واللي غنصوروه قدام الطويات اللي كيغنيو ان شاء الله، باش نتمتع بهم. ما تمتعش بوحدك، اش بان لك؟ مرحبا ياك. مرحبا.
سي محمد عزي نكملوا الحديث ديالنا اولا بعدا وكل قبل كل شيء ابهرتيني بهذه الجلسه اللي عندك. بطبيعه الحال هذا النساء واللاعية فيها الطيور فيها الموسيقى فيها لي زونتيكيتي ما عندي ما نساك. سالي هذا هو الفضاء اللي كيلقى علاش مهدنا الولاء؟ الولاء بمعنى انك كتبغي واحد الحاجه وكتجبر فيها تجبر فيها الراحه ديالك. فلذلك انا تقريبا معظم الوقت ديالي الفراغ كنجبرو هنا رغم ان الدار كبيره وواسعه ولكن انا هنا بلاصتك هنا بلاصتك مخليك حتى الدار ترونكيل. طبيعي. اذا محمد سي محمد عزي نكملوا الحديث ديالنا بما ان الكتيب اللي قلتي كان مهم خصو يرجع. لان في جميع تنظيم مباراة وفي حتى القوانين ديال كيفاش يجي الطائر يعني من ناحيه لي باق من ناحيه كلشي. هو شوف هو هذاك الكتاب راه هذاك القانون شامل. نعم. بمعنى ان اذا اعتمد راه غادي ينقص بزاف ديال المشاكل لان القانون شنو دار؟ يحل المشاكل. واخا واخا سي محمد عزي سي محمد عزي دويتي لي على الجامعه وتاسيس الجامعه. نعم. ياك فمحمد عزي بغيت نعرف المحل ديالو في هذه المؤسسه اللي كتهتم بالطيور اللي هي الجامعه. الجامعه المغربيه لعلم الطيور. الجامعه المغربيه لعلم الطيور. بعد اولا فانا شخصيا دائما اسم عزي عنده يعني مرتبط بهذه الجامعه. بغيت نعرف شكون هو محمد عزي في وسط هذه المؤسسه. اول حاجه نقولها بان انا لست عضوا في المكتب الجامعي. نعم. للجامعه المغربيه لعلم الطيور. نعم. انا ماشي عضو في المكتب ديالها. نعم. لان المكتب المنتخب لست عضوا فيه وانما انا كنشتغل مع الجامعه في اطار اللجنه. بديت نشتغل مع الجامعه في اطار اللجنه ديال الاعلام والتواصل يعني الجامعه وانما انا عضو لجنه التواصل ديال الجامعه. ف يعني جميع النسخ ديال الجامعه يعني كتبقى فيها. نعم. يعني اللي بقيتي في الاول يعني مع الرئيس الاول والثاني والثالث الى حد الان. لا لحد الان لا الان مع الجامعه المكتب الجديد ديال سير الروان انا ما شدتش الاعلام والتواصل وانما انا شد اللجنه ديال التواصل مع المياه والغابات يعني في الملف ديال الحسون ملف شائك. نعم يعني الملف الشائك طبيعه الحال. ما هو دور محمد عزي في هذا الملف هذا؟ لان حضرت انا اول لقاء اللي غيتحط سيغ طابل. كنت حاضر فيه ماشي كعضو ولا شي حاجه كنت غير كما كيقولوا متفرج. كنتي انت كنتي كان السي الزهويلي كان السي جواحي. اذا بغيت نعرف هذه البدايه ديالو. البدايات ديال الملف ديال طائر الحسون اللي كيعرفوه الناس ربما كاين اللي كيرجعوا غير ملي بدينا نسمعوا المسطره هادشي اللي كنسمع حتى انا خويا. وانما سميتو الجذور ديالو راه ترجع حتى في الفتره اللي نشات الجامعه. نعم. وقلنا حنا بدينا كنديروا الانشطه المؤطره ديال الكوبيه وديال التغريد وديال المباريات وديال هذيك نشات عندنا الفكره ديال الحمايه. علاش ما نحميوش طائر الحسون؟ علاش؟ لان القاعده اللي كنرددها دائما هو ان استمرار الولاعه ديال الحسون مرتبطه بالتواجد ديال طائر الحسون. بمعنى اذا انقطع طائر الحسون شنو غادي دير؟ شنو غادي دير؟ لان الهوايه راه هي التربيه ديال تغريد طائر الحسون. طائر الحسون موجود في الطبيعه خصو يستمر في الطبيعه ونوفقوا. فبالتالي جات ديك الفكره ديال اننا نوفقوا نديروا الولاعه ديالنا ونديروا كذلك نهتموا بحمايه ديال طائر الحسون يعني نحافظوا عليه من ذاك الاستغلال العشوائي. الفكره بدات ورجعت تم الدار البيضاء. السي مراد كان بدا مراد معرفي تما انا بديت هنا في الجهه ديالنا هنا. السي ايوب هدي بداها في الجنوب الصحراء المغربي في العيون. ايوب هدي كنعطي له واحد التحيه من هنا. كانت الجمعيه ديال الرمال الذهبيه. وطبيعه الحال ملي كنهضر على جمعيه الرمال الذهبيه كان عندها واحد الدور كبير في الايصال ديال الصوت ديال الجامعه للجهات المسؤوله. وغادي نقول لكم كيفاش دايره. قلت لك في 2006 كان هادي الله بدا داكشي ديال الانترنت كيتطور عندنا في المغرب. كان دار داك التجمع الدولي لعلم الطيور اللي مولاه واحد فلسطيني وكان هو اللي كيجمع الموالع ديال المغرب وديال ديال الدول العربيه كامله. اذا تما حنا كنا كنديروا ديك الحملات ديالنا ديال كيف نحمي طائر الحسون. الحسون يستغيث فهل من مغيث. طائر الحسون هو ثروه لا يجب ان نحافظ. يعني كنا ندير دوك لي سلوغون كنرميهم هكا. من بعد قلنا لماذا طرحنا واحد السؤال. نعم. قلنا لماذا لا نؤسس
هذه العمليه ديال حمايه الطائر الحصان. كيفاش الاساسه ديالها؟ يبقى غنخليو الجامعه ديالنا تبنى الفكره ديال انها تحمي طائر الحصان. نعم. علاش؟ لان ملي كنهضروا على 2007 2008 2008 ولتحت راه ما كانش القانون اللي كيحمي الحصان. الحصان كان يعتبر من الطيور المخربه. فبالتالي ان كان مستباح. شنو مستباح؟ بمعنى سير الصيد قتلو. انا نقول لكم راه كنا نشوفوا الدراري كيديروا فيه الغزوات يعني كيماساكريو. ما كانش القانون اللي كيحميه. كنا كنعتبر من الطيور المخربه. نعم. حنا بدينا كنديروا هذه الحملات. قلنا في 2010 درنا اول ملتقى سميناه الملتقى الوطني لحمايه الطائر الحصان في مدينه القصر الكبير. وهذه اللي هضرت لك عليها. بطبيعه الحال ربما تحضرتي له. هذا الملتقى الوطني لحمايه الطائر الحصان كان الهدف منه هو اننا نجمعوا الجمعيات المغربيه تحت لواء الجامعه المغربيه لعلم الطيور ونديروا العمليه ديال التشخيص ديال الوضعيه ديال الحصان في المناطق ديالنا. مثلا اللي جاينا من فاس يقولنا كيفاش كيتعاملوا الناس مع الحصان؟ واش كاين تهريب؟ واش كاين الصيد العشوائي؟ واش كاين كيفاش يعطونا الوضعيه؟ اذا من كنديروا العمليه ديال التشخيص كنقولوا كيفاش يمكننا نديروا الحل؟ لذلك هذا الملتقى الوطني وكان ملتقى ناجح على اعتبار ان حضروا له الجمعيات المغربيه من جميع مناطق المغرب. كنقول من جميع مناطق المغرب. حضرت حتى المناطق اللي كانت بعيده. وفرنا لهم ديك الساعه ما كانش عندنا اللايف، ولكن عبد ربي تمكن انني مثلا هذا ايوب هدي واحد السي محمد بلبل من جنوب يعني من العيون صيفط لنا تسجيل عبر الفيديو واللي درته في الداتا شو وسمعت الكلمه ديالو. سي بالضياف خالد ما تمكنش يحضر اللي هو في الشرق اللي الشرق لان وجده هي بؤره ديال التهريب ديال طائر الحصان. كذلك صيفط لنا كلمه ديالو. نعم. عبر درناها بطريقه غير مباشره قدام الجمهور. حضروا الصحافه وحضرت المياه والغابات. يعني انا اتصلت بالمديريه الاقليميه ديال المياه والغابات حتى كنهضروا على 2010 جبتهم والله ثم والله جاوا حضروا وقالوا لي لا علم لنا بهذا المشكل. فبالتالي انا طلبت منهم ان التدخل. جوج ديال المهندسين داروا التدخل حول الوسط الطبيعي اللي يقدر يعيش فيه الطائر صافي، لان ما عندهمش المعلومه لي دوني على طائر الحصان ولا المشاكل اللي كتهمو اللي كتهدو ما كايناش. اذا فبالتالي حنا اجتهدنا وجبنا الصحافه وجبنا وسمعنا الصوت ديال الموالي بان راه كاين مشكل يهدد هذا الطائر اللي هو المحور ديال الهوايه ديالنا. والجميل في ذلك هو جبنا حتى الوليدات ديال المدرسه الانديه التربويه البيئيه جبناهم ودارنا لنا واحد الكلمه وجبنا الجمعيه ديال علوم الحياه والارض اللي كتهتم حتى هي بهذا المجال. وكل شيء خرجنا بتصور واحد هو ان هذا الطائر يجب الحفاظ عليه نظرا لاهميته في الطبيعه في التوازن الطبيعي ونظرا لاهميته لنا حنا كموالي. ومن كنقول كموالي قلنا اللي كيربيه من اجل التغريد ديالو وحتى اللي كيبيع ويشري، لان ديك الفتره راه ما كانش ممنوع البيع والشراء ديالو. حنا قلنا خاصك تحافظ عليه لانك انت كتبيع وتشري فيه وخاصك تجبره وخطره اخرى باش تحافظ عليه باش تجبر تبيع وتشري. انت كتحافظ خاصك تحافظ عليه لان خاصك تجبر ما تربي وتحفظ. اذا فبالتالي خرجنا بواحد المجموعه ديال التوصيات. درنا ورشات حنا ديك الجمعيات اللي حضروا درنا ورشات ديال كيفاش نديروا قوانين تنظيميه ديالنا حنا كجمعيات باش نحافظوا على طائر الحصان. ثم ورشات تحسيسيه. شنو هو التحسيس اللي نديروه؟ خصنا في البرامج ديالنا حنا كجمعيات نديروا التحسيس للموالي ديالنا باش يهتموا بطائر الحصان وما يبقوش يماساكريو. صافي. ولكن استاذ زي هادشي كله اللي قلتي مزيان، ولكن خلق واحد ضجه بين الموالي حتى ولا واحد بحال قلتي واحد ماشي تناقض ما عرفتش كيفاش نقول لك نسميه، ان واحد وليتوا بحال نتوما وليتوا اعداء للموالي وللصيادة ماشي اعداء ولكن بحال لا لا بطبيعه الحال عندك صراحه ما لا هي هذه وحنا خلقتوا واحد وحنا بعد الملتقى الاول عبد ربيه راه في الملتقى الاول راه جبرت بزاف ديال المشاكل من الناس اللي كيصيدوا وعن طريق الاقناع. كيفاش خرجتي من هذاك؟ عن طريق الاقناع والله السعالي لا عن طريق الاقناع. والناس الدراري اللي كانوا يصيدوا عاونونا حتى في نشر الملصقات. وانا كنقولها لك وكنتحمل المسؤوليه والدراري راهم كيعرفوا هذا الشيء. هذا نشر الملصقات فين كنتوا كتلصقوا؟ نشرناه كنا غادي نديروا اللقاء ديالنا اللي درناه في المقاطعه الثالثه. هذاك الملتقى الاول الناس كانوا ضده. علاش؟ لان ما كانوش عارفين التصور.
واحد الشخص جاء اللي قال لي وانتوما ضدنا وهذا، قلت له اجي واش عرفتينا شنو غادي ندير؟ قلت له واش يمكن لك تجيب تصور ديالك انت اللي كتصيد وكتعيش على طائر الحسون، اجي ودير الكلمه ديالك، اجي دير الكلمه ديالك. وشرحت له بان الهدف راه ماشي اننا نحاربوكم، الهدف هو اننا نحميو داك الطائر باش يبقى ليكم نتوما ولينا حنا، بمعنى اننا بزوج عندنا نفس الهدف. لان في ديك الفتره راه ما كانش ممنوع الصيد. نعم. دابا بعد 2011 غادي يصبح كلام اخر. هاد اللجنه اللي هضرتي عليها اللي تكونات، شكون هما هاد الناس؟ ما كانش ما تكونش لجنه. ما تكوناتش؟ لا ما كانش لجنه في هذيك الفتره. شكون كان مكلف بالدوسي؟ كانوا اشخاص. لا لا ما كانش دوسي. لا كانوا اشخاص. لا اسمح لي. اسمح لي والله اعلم. انا كنت كنسمع كاين اشخاص مثلا كان سي كان جواحي كان سي فهمت حق الزهري كنت انت. لا مازال هذيك هذيك راه غادي تنباتق حتى بعد 2013. داكور. دابا انا معاك غادي معاك بالزمن. هذيك اللجنه غادي تنباتق بعد الملتقى الوطني الثاني اللي كان 2013. انا نبدا معاك الملتقى الاول كنا درنا خرجنا فرحانين بان الناس اقتنعوا بان كاين كذا وكذا وكذا، يعني ان احنا الموالع خرجنا بقناعه بان خصنا نحافظوا على طائر الحسون. في 2011 غتجي الصاعقه هني لك جمعيات، خرج القرار ديال القنص من طرف المندوبيه الساميه للمياه والغابات، زادوا في الارتيكل 8 واحد الارتيكل 8 زادوا بان يمنعوا صيد كذا وكذا وكذا وطائر الحسون ضافوها تما، بمعنى اصبح حنا اللي كنا كندافعوا على طائر الحسون ولا ممنوع علينا. هنا خلقتوا مشكل. ماشي خلقنا مشكل، ماشي حنا اللي خلقناه. وشكون؟ ماشي حنا اللي خلقناه، هذا ان جاء قانون، لان المصالح لان حنا في دوله، دوله الحق والقانون. وهاد الدوله ديال المؤسسات. شفتي لا تشعلات؟ شفتي لا تشعلات؟ لا ما تشعلات، شوف غير الناس كيتصوروا لهم هكا، اما حنا حنا اللي فاهمين الدوسي حنا مقتنعين، لان ملي كنتبعوا لا كرونولوجي حنا كنقولوا حنا سبقنا الحدث، درنا الملتقى ديالنا ودينا كنديروا التحسيس. في 2011 ملي صدر ذاك القرار ديال القنص ديال 2011 2012 ماشي بسبب تحسيس؟ لا 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 ماشي بسبب تحسيس، لان كان خرج في 2011 خرج المرسوم ديال 29/05 هذا ولد 29/05 خرج ظاهر شريف ان عندنا كينظم العمليه ديال الاتجار بالاتجار بالحيوانات موارد طبيعيه. وفيه بان طائر الحسون من الطيور المحميه واللي العمل التعامل معه خصو يكون وفق القانون. داكور فوالا، اذا حنا اصبحنا كجمعيات اصبحنا حاصلين، حنا من جهه حنا كنا كندافعوا عليه ولكن كيخرج القانون اصبح طائر الحسون ممنوع البيع ديالو، ممنوع الاتجار، ممنوع البيع ديالو، ممنوع الحيازه ديالو في الدار ديالك، ممنوع دير به كونكور، ممنوع تحطو عندك في الحانوت، ممنوع تسافر به، يعني ما بقاش ولا ولا ديك العدس هنا. ولكن هادشي هذاك عشتها معكم هذه، ولكن واحد الوقت وقفات هذه الحركه. لا ما وقفاتش. لا وقفات استاذ الدين ديال هذه اللجنه هذه، واحد الوقت وقفات. يعني هذه اللجنه اللي كتهضر هذه اللي فيها سي مازال ما كاينش اللجنه، مازال ما كاينه في 2013 مازال ما وصلناش. ولكن هادو الناس اللي داو هاد نتوما اللي تكلفتوا بهذا الشيء بهذا الدوسي واحد الوقت وقف. لا مازال ما وقف. دابا نكمل لك بعدا نكمل لك الحديث. هو ان في ديك في 2011 من خرج القانون واصبح الحسون ممنوع، واش حنا الجمعيات غتبقى واقفه؟ لا. هنا القانون شنو كيعطينا الحق؟ هو قانون صدر، واش غادي تمشي كونتر القانون؟ لا الله يديك الحبس. شنو حنا كجمعيات ديال المجتمع المدني القانون يخوي لنا حق الترافع. شنو معنى حق الترافع؟ بمعنى عندك الحق تمشي تهضر على حقك لان حقك ضاع. انا كنت حنا كجمعيات تابعه للجامعه المغربيه لعلم الطيور عندنا الحق، لاننا عندنا تراخيص من طرف كل جمعيه عندها السلطات العموميه عطاتها الترخيص ديالك، وعندك حطيتي وصل الايداع خديتي الترخيص باش تنشط، وباش خدينا حنا وصل الايداع ديالنا القانوني حطينا القانون الاساسي ديالنا. القانون الاساسي ديالنا شنو فيه؟ فيه الانشطه التي نزاولها من بينها اقامه المعارض للطيور ومباريات طائر الحسون. بمعنى واحد السلطه عموميه عطاتنا الحق انني ننشط، والقانون هذا كيمنع، يعني دخلنا في حاله التنافي. سلطه ترخص، سلطه تمنع، المياه والغابات تمنعك، هذه السلطات العموميه هنا كتعطيك الحق. اذا هنا من هذا الباب قلنا خاصنا نتحركوا ونديروا عمليه الترافع، يعني خاصنا نتكتلوا ونديروا ونمشيوا عند المياه والغابات. لذلك
درنا دعينا الى الملتقى الوطني الثاني اللي كان في 2013 في مدينه القصر الكبير. هنا تكونت اللجنه. هذا كان بناتي، هذا كان كرد فعل على صدور القانون ديال 29/5 2011. اذا من 2013 درنا الملتقى. من الملتقى تقريبا بقى داك الشيء وراء الستار. ياك باش وراء الستار يعني الموالي ما كيوصلهم والو. علاش ما كيوصلهم والو؟ لان احنا من درنا الملتقى الوطني كوميونيكاسيون انا كنت كنسمع بزاف. لا بلاتي شوف مني هذا بلاتي لهذا دات واحد كاع تكريات واحد 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 تكريه واحد نقدر نقول واحد الندوه اللي تسمات طويله المستديره الى قتيله وكنت حاضر فيها انا وكنت باغمي الاعضاء ماشي اعضاء كنت مشارك يعني هذه دات بسبب اش ركود داك الطوسي اللي ما عرفنا عليه والو. ماشي دابا اللي بعيد كيقول لك ركود لان كيعتقد بان هذه اللجنه راه عندها العصا السحريه. بغيتها باش نوصل. واحد لا ماشي مشكل كان لا اللي بعيد كما نقول لك اللي يدو في العصيده راه ماشي بحال. اي متفق معك. لان هذا قانون راه صادر اصاحبي راه كنت تهضر على قانون 29/5 هذا قانون خارج مرسوم هذا راه مرسوم راه باش تغيروه. صافي كنت حنا راه عندنا القدره باش نغيروه، حنا عندنا حق الترافع بمعنى ان يقدروا يديروا لنا الاستثناء، وهذا الاستثناء هو اللي حصلنا عليه من قالوا لنا غادي نديروا لكم المسطره، شنو هي المسطره؟ مسطره الامساك والحيازه. تبع اللخه دابا. اييه مين غادي غير سبق شويه، مين غادي تخرج المسطره؟ المسطره هي استثناء، هي قانون استثناء لا 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 من 29/5، لان 29/5 كيقول لك طائر الحسون ممنوع، في المسطره كيجي يقول لك واستثناء ومن اجل تمكين الجمعيات ديال هاد الجمعيات ديالنا اللي كنا كندافعوا على حقنا ووصلنا لهم قالوا لتمكين الجمعيات من القيام بانشطتها ديال التغريد. لذلك في القانون يسمح لمن؟ فقط لممارس المباريات ديال التغريد. يعني في المسطره شنو كاين؟ كاين ان يعطى الترخيص ديال الامساك وديال الحيازه لمن؟ الشخص اللي كيكون من خارج الجمعيه تابعه لجامعه ويمارس يعني يشارك في مباراه التغريد. واخا سي عزيز كلامك هو الكبير. بمعنى ماشي للبيع ماشي للشراء ماشي حتى لشي حاجه لاستثناء. هذا الشيء اللخه دابا المسطره اللخه ياك هادشي اللي هضرنا عليه اللخه دابا ولكن هاد ثلاثه ديال اللي قلتي لي ثلاثه ديال النقاط كانوا في يامات 2013 حتى هي شنو هي؟ هذه الثلاثه النقاط اللي عطيتي اللي 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 مسموح لهم لا احنا من درنا الترافع مشينا للمياه والغابات جلسنا معاهم وقلنا لهم بان راه عندنا مشكل احنا مجموعه ديال الجمعيات وعندنا اطار واحد اللي هي الجامعه المغربيه عين الطيور ورحنا اصبحنا في ظل هذا القانون اللي صدر اصبحنا محرومين من ممارسه الحق ديالنا في النشاط. قالوا لنا سيروا ديروا لنا كيفاش يمكن لكم تمارسوا الهوايه ديالكم بدون يعني مع بدون مخالفه ديال هذا القانون. بالتالي حنا درنا واحد المقترحات ديالنا هو تحديد العدد ديال الطيور وان المواصفات ديال شكون اللي غادي يستافد من الحيازه ولا من الامساك درنا المقترحات يعني ما كاينش تغيير. كيفاش ما كاينش تغيير؟ شي تغيير اللي وقف هذا المسطره. لا المسطره ماشي حنا اللي خرجناها حنا عطينا مقترحات والمياه والغابات هي اللي صدرت المسطره. المسطره راه ماشي ديال الجامعه باش ما يكونش تغليط. المسطره شوف الا كنت انا غلط صحح لي. نعم المسطره راها خارجه من عند مصالح المياه والغابات. هاد النقط اللي هضرتي عليهم كانوا مقترحات ديالكم. بطبيعه الحال منها من المقترحات اللي جات. دونك هما قالوا كيفاش يمكن هاد الجمعيات اللي هي كثيره في المغرب باش ما نضيعوهاش. يعني المياه والغابات خدات غير المقترحات ديالكم انتوما خدات داكشي اللي كيهم وحطاتو لينا كمسطره. نعم. انا بغيت نرجع معاك اللور شويه. انت هنا نكملوا سي غادي نرجع كان شويه اللور. ملي قلت لك انا تم الركود ديال هاد يعني هاد العمل ما دات واحد ديك الطاوله المستديره وكان غياب ديالكم انتوما. علاش غياب ديالنا؟ ما كنتوش حاضرين. علاش غادي نحضروا؟ واه كان عمل واحد كان هدف واحد. لا حنا كان عندنا انا باش نفهم انك تحاضر. شوف شوف غير باب الله يخليك غير باب سميتو انا من الناس اللي دافع عليكم في هذيك الطاوله المستديره العمل ديالكم ولكن كنتسائل لماذا لم يحضرونا هاد الناس اللي هما تكلفوا بالموضوع والدوسي باش يحطوني لنا النقط على الحروف اللي ما فاهمينهاش. هي بكل بساطه نعم لان احنا كنا خدامين واحد وفق واحد استراتيجيه اللي دايرتها الجامعه.
حنا خدامين في اطار الجامعه حنا خدامين في اطار الجامعه، فبالتالي ان سميتو داكشي المجهودات اللي كنا كنديرو كنا نديرو في اطار الجامعه. هذوك الاخوه اللي داروا الطاوله المستديره منهم انا داروا الطاوله المستديره، هذاك نشاط ديالهم داروه رغم ان الاهداف ديالنا كانت واحده ولكن في الرؤى كانت مختلفه. وكنتو كنتو تجيو وتشرحوا لينا ونشرحوا لكم، ما كاين حتى مشكل. لا يعني رؤى مختلفه يمكن حنا نكونوا غالطين وتعطيونا الواقع اللي حنا ما عارفينوش، او العكس نعطيكم شي افكار. ما شو ما كنا كنخبعوا حتى شي حاجه، ما كنا نخبعوا حتى شي حاجه، غير بعض الاخوان كانوا يعتقدوا بان ذاك الركود اللي كان واقع هذا نظرا لتقاعس الاعضاء ديال اللجنه المكلفه بالتواصل مع المياه والغابات. هذا هو الحقيقه، هذا هو شوف للامانه وانا كما نقول لكم انا كنت عالبور هذا الملف لواحد المده اللي ماشي سهله ماشي سهله. هو ماشي سهل علاش؟ لان انت كتعامل مع واحد المؤسسه واش تعتقد بان المياه والغابات غادي تمشي وغادي تقول لهم غايقول لك اوكي. انا نعطيك المثال في 2000 ما بين 2013 الملتقى الوطني الثاني وصدور المسطره الاولى اللي صدرت في 2015 غتصدر اول مسطره رسميه اللي غيتوصل بها رئيس الجامعه سي هو سي زين الدين وبمراسله رسميه التي تدعوه فيها الى تنزيل المسطره. هذه الوحيده اللي كانت تنزيل المسطره، دعوه الى تنزيل المسطره. نعم. ياك شنو كيدخل المسطره؟ المسطره كتقول لك غادي لان دوك الموالي اللي عندهم المواصفات اللي فيهم المواصفات اللي كتكون المسطره تكون عندك تكون انت من جمعيه وعندك كذا وعندك كذا وعندك غادي ديكلاري الطيور ديالك وتدفع الدوسي ديالك الى المياه والغابات قبل ما تم 31 دجنبر 2015. الجمعيات الجامعه دارت المجهود ديالها لان كان ديك الفتره تحدي خاصك ديكلاري كاع لان كيطلبوا لك البطاقه الجامعيه. يعني جميع الموالي ديال المغرب اللي تابعين الجامعه المغربيه العين الطويل خاصها الجامعه ديالهم البطائق. اقسم لك بالله زين الدين والكلوطي ما كانوش ينعسوا باش يخرجوا ليكارت باش يعطيوهم للموالي في الوقت المناسب، لان الدوسي اللي غادي تدفعوا المياه والغابات خصك تكون عندك لاكارت ديال الجامعه وديال الجمعيه ديالك. اذا ديال الجامعه تكلف بها الجامعه خصك تصيفط لي اخويا، ديال الجمعيه انا نتكلف بها ديال جمعيتي ياك، وعاد لاكارت ناسيونال ديالك وديكلاري الطيور ديالك وهذه المسائل دفعنا سيدي حنا كجمعيات. والله العظيم انا بعدا انا كمسؤول على جمعيه اصدقاء الطيور، انا والسي الفلوطي مشينا دينا الملف ديالنا وكذلك السي مراد كان مكلف بجمعيه اللوكوس دينا الملف ديالنا وحطيناه المياه والغابات في الوقت المناسب ديالو حطيناه. وكاين كذلك بعض الاخوان اللي دفعوه وبقينا كننتظروا، هي هذيك اللي كيسميوها فتره الركود. واخا دابا فتره الركود واش محسوبه علينا حنا كجامعه ولا كجمعيات او محسوبه على عدم على محسوبه على المصالح ديال المياه والغابات؟ لا هي محسوبه دابا على عدم توصلكم بالاجوبه ديال ديال الحساب اللي فهمتي. اذا كانت واحد المؤسسه قالت لك جيب الطلب ديالك ودفعوا ودرتي العمليه ديالك كامله وكل شيء وما جاوبوكش في الوقت المناسب شنو كتعتبر؟ ما تقدرش تمارس المسائل. لا علاش؟ تعتبر بالقبول لان خاصك تراسلك وتقول لك بان كترفض كتعطيك والا كان نو كتعطيك التبرير. هذا القانون جديد ان والا ما جاوبوكش يعتبر قبول ضمني. انا نقول لك هنا فين استفدنا بها؟ لان في 2016 مشينا نديروا المباراه ديال الشاون وقفت علينا المياه والغابات بالقوة العمومية كاميون ديال العسكر كاميون ديال المخازنية والمندوب ديال المياه والغابات لابس تري. لا ما كنتش حاضر لان هذيك راه فيها بزاف ما يقال لان هذوك تهكموا علينا في هذه النقطة تهكموا علينا وأرادوا مصادرة الطيور. أنت البارح ملي كنت جالس مع الإخوان راه مجدولك هذه النقطة كيفاش الحالة ديال تصور أن أنت غادي تشارك في مباراة وعندك الطيور ديالك عزازين عليك وجاية القوة العمومية غادي تصادر لك الطيور ديالك كيفاش يمكن لك تواجه انت القوة العمومية؟ غادي تضرب معاهم؟ لا شنو غيبقى لك تما قدامك؟ ايوا واخا ما عندك ما دير قدامهم كيبقى لك قانون قوة الإقناع قوة الإقناع باش تبين بأنك أنت على حق لأن مين بغاو يصادروا قلنا لهم ما تصادروناش الطيور ديالنا ووقفنا وقفة ديال الناس معقولين. علاش ما نصادروش الطيور؟ قلنا لهم أسيدي قال لك راه عندنا قانون ها المسطرة قلنا لهم المسطرة حنا ساهمنا الانتاج ديالها وهل الا عندك حتى المسطره ها المسوده ديالها كنهضروا بكل ادب واحترام.
نهضروا مع كل ادب واحترام مع السيد المندوب الاقليمي المندوب الاقليمي ديال الشاور. قال لك اسيدي ما عندكمش الحق. قلنا له انت كمسؤول عيط للمندوبيه ديال العرايش وعيط ديال طنجه، لان يعني حنا الجمعيات ديال الجهه ديال الشمال، حنا جايين طنجه وجايين عندكم ديال الاقليم ديالنا. عيط لهم، عيط لهم وشوف واش حنا حاطين الدوسيات ديالنا، هاد اللي كاين في المسطر شوف واش حاطينهم عندكم. درنا تحدي، حنا رحنا دافعين الملفات ديالنا ولكن انتم ما رديتوش علينا. اذا فبالتالي هنا كانوا قال الاقناع، ما صادرولناش الطيور ديالنا وطلبوا منا باش نمشيو للمكتب، المكتب ديالو مشينا وجلسنا معاه، جلسنا مع السيد المندوب الاقليمي وبقينا كنهضروا وشرحنا له وجهه النظر ديالنا. وبالفعل ان هذيك المباراه ما درناهاش لان وصلنا للتوافق، هو تفهمنا وحنا تفهمنا. قال لك انا كمسؤول راه عندي الضغط لان كان واحد الخلاف بين جمعيتين البيئيه، كان خلاف وانا كان تحريض باش ما ندارش هذا. وشنو كسبنا هو ان هذاك السيد الله يجازيه بخير ما بقيتش عاقل على سميتو، هو ضمن لنا لقاء مركزي، بمعنى ان قالنا ان يوم الثلاثاء غادي نكون في اكدال، اجي وانا غادي نضمن لكم لقاء معاه باش ناكتيفيو الملف ديالنا، لانه حنا ما كناش ما توصلناش وعندنا المراسلات، المراسله الاولى والثانيه والثالثه واحتفظوا بها انا عندي في الارشيف ديالي ديال اننا كنا كنراسلوا المياه والغابات، كنقول لهم اودي يجيبوا التسريع في اصدار هذا الرخص، لان الملاعب لا جواب. فبالتالي الركود ما كانش وهذا على حساب الركود السي عزيز، السبب ديالو هو تواصل ولا الكومينيكاسيون ديال المؤسسه مع جميع الموالي، يعني تكون ان باج ولا ان سيت وكيكون فيه العمل المتواصل ديال هاد المؤسسه. شوف الله اعلم، انا كنقول لك واحد دابا حنا ملي كنهضروا بحال هكا، دابا بالنسبه للجامعه كاين اللي يعتقد بان حنا مثلا دوك المقترحات ديال المسطره سواء الاولى ولا الثانيه اللي عطاوها لنا باش نقترحوا عليه قراوهم اقترحوا حتى كان شي تعديلات، واش شحال التعديلات راه داروها دارتها اللجنه المكلفه ولا راه دارت تعديلات بتوافق مع المكتب الجامعي، تواصل مع المكتب الجامعي، تواصل مع رؤساء العصاب، ورؤساء العصاب يتواصلون مع الجمعيات ديالهم وكتعطي المقترحات عاد كتمشي للمياه والغابات، لان هذه التراتبيه ديال 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 التواصل ديال الجامعه. الجامعه عندها واحد الاستراتيجي، ما يمكنش انا غادي نجي نخرج انا في الفيسبوك وكنهضر مع الناس اللي كونسيرني بمعنى الجمعيات علاش داروا المكتب الجامعي؟ باش هو اللي يكون الكوميونيتي ديالهم. المكتب الجامعي ما يقدرش يدير حتى شي حاجه حتى يهضر مع المجلس ديال العصاب اللي فيه العصاب اللي مكونه للجامعه، والعصاب ديال الجامعه راه كل عصبه راه عندها الجمعيات ديالها اللي كتهضر معاهم، تهضر مع رؤساء الجمعيات، ورؤساء الجمعيات هذا الدور ديالو هو انه خصو يكومينيكي مع المنخرطين ديالو لي كونسيرني. واش فهمتي؟ هذه هي الاستراتيجيه ديال كانت واحد مؤخرا كانت واحد على شكل برنامج لايف ديال بعض الاخوان اللي هضروا على هذا المسطره. شتو تبعتيه؟ شتو كنت شوف بعض الحلقات فوالا، ما حتى كنظن انه كان عنده واحد شويه الفضل ديال لا ريكتيفاسيون ديال هذا الدوسي من جديد، لان عاوتاني دائما الموالي ولا حنا كاملين كنقولوا فين اين وصل الموضوع. شتي لو مومون انا كنقول لك وصدقني وصدقوني الاخوان، داك لو مومون اللي كانوا يدوا دوك اللايفات حنا كنا كنديروا اللايفات مع بيناتنا، يعني كنديروا اجتماعات ماراطونيه اما مع الاعضاء ديال اللجان ولا مع اعضاء ديال العصاب، يعني دائما كنا كنتحركوا. وكانت ايجابيه كنظن، كان ايجابيه هذاك اللايف لا ديال اش ديال هذاك شوف كل حاجه اللي كتخدم الموالي انا ضد فقط غير اللي كيكون فيه التجريح، بمعنى ما خاص يكون غير التجريح، لان الانسان كيعطي الافكار ديالو كل شيء حنا معاهم. هذا هو اللي بغيت نوصل لك، لان الموالي الا درتو معه التواصل كنهضر على الموالي بصفه عامه، هذاك التواصل كاين اقتراحات غادي توصل لهم بعدا خدام. انا كنقول لك واحد المساله، شتي التواصل هذاك مزيان ما كنقولوش ولكن التواصل في واحد الاطار كتكون عنده المخرجات. ما معنى المخرجات؟ بمعنى الا كنتي غادي تتواصل انت مع الاعضاء ديال الاعضاء ولا الجمع العام ديال الجامعه يعني المكونات ديال الجامعه، راه غادي دير محضر وغادي تكون ملزم، داك الشيء اللي خرجتو به راه ملزم. بينما ممكن كنكون ناقش انا في الفيسبوك راه حتى حاجه ما ملزمه ليا،
فهمتك دابا. ملي كتهضر انت مع رئيس جامعه رئيس الجامعه راه من غادي يكومينيكي واحد الحاجه راه خصو يدير لها بعدا على الاقل تكون عنده واحد المخرجات ديالها. فهمتي كيفاش دايره؟ فهمتك دابا فهمتك. دونك هذيك راه افكار مزيانه راه نقدر انا تانا نستلهم منها راه نستلهم منها ولكن في سميتو في الاطار ديال الجامعه راه كاين واحد الطريقه اللي دايرتها الجامعه لان الجامعي داير واحد لا استراتيجي ديالو ديال الكوميونيكاسيون. لذلك انا مثلا كلجنه ما يمكنليش غادي نجي نخرج ونبدا نهضر جميعا كانوا كنتي واقيلا كانوا داو لك واحد الدعوه باش تدوز في اللايف معاهم. لا 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 حتى واحد ما صيفطش شي دعوه. كان صيفطوا لبعض الرؤساء اللي ما جاوش. شوف انا كنقول لك انا صيفطوا لي دعوه ما كنتش غادي نجي. علاش؟ لان انت في واحد الاطار بحال اللي مقيد مقيد. علاش؟ لان انت خدام في واحد اللجنه وديك اللجنه ديال الجامعه وديك الجامعه دايره استراتيجيه. يعني انا ماشي ما نبغيش ندير الحوار. لا ندير الحوار ولكن بما انك انت في واحد اللجنه وديك اللجنه تابعة لواحد الإطار اللي هو الجامعة فبالتالي أنه يلزمك أن تتبع الاستراتيجية اللي دارتها الجامعة. والآن أين وصل الدوسي أو الملف؟ الملف هذا اللي كنهضروا عليه باقي. علاش؟ أنا كنقول باقي رغم أن المسطرة راه خارجة. قلتها في الندوة ديال الدار البيضاء قلت لهم رغم أن المسطرة خارجة وحنا وجدنا كيفاش نديروا التواصل بها مع الموالع ديال المغرب كنا دايرين استراتيجية ديال نمشيو لجميع الجهات ولكن سؤال لان كاين اللي راه يتسائل دابا علاش ما داروش مكان. ليست هناك اي مراسله رسميه من المصالح ديال المياه والغابات للجامعه المغربيه لعلم الطيور. علاش ما طالبوهمش؟ راه الرئيس كيتواصل معاهم مازال ما كاينش. ما كاين والو لسبب شنو هو؟ ما نعرفش. واخا سي سي دابا هضرنا على هذه المسائل كلها. دابا الحمد لله وصلنا تقريبا للنهايه ولكن غادي نعطيك واحد السؤال وجوج اسئله زوينين بصح داكور. نعم الى شدينا سي عزي ودرناه قلنا ليه لا قلنا ليه اسس لينا واحد اللجنه اللي تكلف بهذا الموضوع ديال هذا الموضوع ديال مباركه من اللجان صح. لا حنا واحد اللجان فيرتوال وقلنا ليه عزلنا لنا واحد الناس يعني الناس اللي كيبانوا لك ممكن ينجحوا في هذا الدوسي. لا شوف دابا ماشي الناس اللي غينجحوا بمعنى حنا منين كنكونوا حنا مثلا في اللجنه ديال هذيك ماشي غادي ننجحوا في واحد المهمه. لا لان حنا شنو كنتظروا دابا؟ كنتظروا ان هذيك المقترحات اللي عطيناها دابا راه في يد المياه والغابات راه خرجت المسطره راه واقع دابا راه واقع ما بقى ما تزيد حتى شي لجنه. واخا نحيدوا هذا السؤال. انا نرجعوا اسيدي نرجعوا الجامعه عندنا غادي تعاود الجامعه مثلا وعندك واحد خمسه الاشخاص ولا سته ولا 10 وانت غادي تكون غير فونداتور ديال الجامعه وباغي تاخذ شي اشخاص. اوه هذا سؤال محرج. لا شوف والله العظيم حنا عندنا في المغرب والله الا كاين بزاف ديال الناس اللي اكنوا لهم الاحترام. لا كاين اللي في لا بطبيعه الحال لان باش غادي نختار خمسه ونقدر ننسى واحد الاخرين ما نقدرش اخي علي والله العظيم. علاش؟ لان الناس عزازين علينا وما نقدروش. ولا قلت لك عزل لي واحد المنتخب ديال الموالي ديال القصر اللي غادي يمشيو يلعبوا ضد ديال كازا. يلا فاش في الولاعه الولاعه عندك خمسه ديال الموالي فاش مقنين كوبيه غتعطيني خمسه ديال الموالي غتصيفطهم انت من القصر من القصر كيبغي يلعبوا مع كازا. مزيان غنختار لك شحال. عطيني يلا عطيني هاد الموالي خمسه غادي نبدا بمسيو مور عبد العسل زيد لعاب غنبدا بمصطفى البوعبدي زيد غنبدا بمصطفى الكلوطي زيد نزيدو بكيبت زيد كيبت كريم بقى واحد نزيدو اوه باقي واحد باقي خصنا بزاف لا خصنا باقي والقصا كيدو جميع الجوائز ولا باقي راه باقي فين خليتي باقي بلال الفغلومي وباقي لا باقي شريف قلبول انا قلت لك خمسه احتياط انا قلت لك خمسه لان جميع العام تبارك الله فازوا كل شيء. لا شوف انا قلت لك البدايه قلت لك ان القصر الكبير هي المدينه ديال المواليه عندها هاد لا ريبيتاسيون وفي النهايه ديال هذا المسار انا كنوجه واحد التحيه خاصه لجميع الموالع سواء في الجمعيه ديالنا ديال اصدقاء الطيور ولا الجمعيه ديال لوكوس اللي كنكلمهم هذوك الاخوان ديالي كنكلمهم جميعا الاحترام. خويا عزي شكرا لك على هذا الاستقبال هذه الحفاوه الحمد لله ودوزت معك واحد السويعه زوينه على الاقل هضرنا على شي حوايج بحال هذا الدوسي ديال الحسون وهذه يعني كانوا شي حوايج انا كانوا غابرين عليها بكل صراحه
عطيتينا بعض الرؤوس ديال كما ديال ديال الخيوط، عرفنا دابا شي حوايج، وشفنا ولاتك وشفناك حتى كيفاش بديتي خويا عزي، بارك الله فيك وشكرا لك وسمح لي على هاد الوقيته اللي خديت منك. وانت انا نتمنى نكون كنت خفيف على القلوب ديالك. لا ديما خفيف، راه فيها الهضره بزاف. لا انت ديما خفيف، راك عارف الرجال التالي. لا شوف انت واحد السيد اجتماعي سوسيال محبوب عند الناس، الله يحفظكم فهمتي. اذا دائما خفيف الحمد لله. نتمنى تكون هذه الحلقه، انا شوف انا هذه الحلقه واخذها كارشيف، اللي كنشوفها من هنا 10 سنين طول ربي العمر، كنشوفها من هنا الاحفاد ديالنا يشوفوا هذا ارشيف خصو يكون. غدا وبعد غدا غتعيا من هذا الشيء وغادي تلفت المسامول وغتلقى السي عزي ملي كانت عند واحد لاج كذا كذا، وملي كان مكلف بواحد الدوسي وكان هادي وكان هادي. المهم السي عزي شكرا لك. وتانا كنوجه التحيات ديالي لجميع الاخوه اللي اشتغلوا معايا في هذا الاطار ديال اللجنه ديال الحسون، او اللي نشط معاهم في اطار الجمعيه، سواء الجمعيه ديال لوكوس ولا الجمعيه ديال اصدقاء الطيور. وكذلك تحيه للاخوان ديالنا ديال عصبه جهه طنجه تطوان الحسيمه. بارك الله فيك وشكرا لك.